وحول الذكرى 27 لمذبحة سربنيتسا في البوسنة والهرسك واعتذار هولندا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد محمد سرحان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. 27 عاما إذن على مذبحة سربنيتسا، والسؤال يدور اليوم عن رؤيتكم لما وقع من أحداث مهدت لذلك اليوم، والذي كان من الأيام الدموية في تاريخ البوسنة والهرسك. هو حقيقة يعني بالنسبة لمذبحة سربنيتسا هي تعتبر وقعت في أواخر الحرب، يعني هي وقعت في 11 من يوليو 1995، يعني قبل تقريبا 5 أشهر من اتفاقية دايتون التي بموجبها تم إنهاء الحرب، والحرب بدأت في عام 1992. هذه السنوات يعني شهدت سجل حافل من الإجرام والمجازر والمذابح التي ارتكبت بحق المسلمين البوشناق خلال هذه الحرب، سواء ارتكبها الصرب بالدرجة الأولى أو بعض المذابح التي ارتكبها الكروات أيضا. وبالتالي فكان التغاضي أو الموقف المتخاذل للموقف الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة واستعداد الصرب ل هذه الحرب والتبييت النية والاستعداد بكل المكونات وبالدعم الصربي أيضا من الدولة الصربية نفسها، كل ذلك مهد لعشرات المذابح بحق المسلمين البوشناق التي راح ضحيتها عشرات الألاف من المسلمين، أو حتى طبعا النساء. نحن نتحدث، التقارير تتحدث عن حوالي 50,000 امرأة وفتاة ضحايا الاغتصاب في حرب البوسنة واحدة. نعم. طيب، في إبريل عام 93 صدر القرار الأممي 819 باعتبار سربنيتسا منطقة آمنة تحت حماية دولية بشرط نزع أسلحة المقاتلين المسلمين. هل ما جرى بعدها من مجزرة في عام 95 كان خدعة وقع فيها المسلمون، لا سيما أن الصرب لم يسلموا سلاحهم؟ أول يعني جزء من الخدعة، ولكن هو في الأساس هي مغامرة أو تآمر واضح يعني وتخاذل واضح حدث، وبناء عليه وقعت هذه المذبحة. يعني ما بلدة سربنيتسا كانت طبعا الصرب يزحفون من الشرق، وبالتالي مع كل زحف يمارسه الصرب كان الأهالي يتوافدون من القرى التي يدخلها الصرب إلى القرى التي هي تعد آمنة نوعا ما. وبالتالي وصولا إلى سربنيتسا، لك أن تتخيل أستاذي أن الأعداد التي كانت في سربنيتسا مع يعني قبل هذه المذبحة بسنوات أو حتى في أوائل الحرب من 7 إلى 10 آلاف، لكن مع زيادة طبعا زحف الصرب من الشرق وتوافد الأهالي ارتفعت الأعداد إلى حوالي 40,000 من الأهالي الأبرياء العزل الذين أصبحوا محاصرين في سربنيتسا. أما بخصوص طبعا إعلانها منطقة آمنة وهكذا، هناك أحد الجنود المسلمين كان يؤكد في شهادته التي وثقها في أحد الأفلام الوثائقية، يقول في إحدى الليالي أعلنت الأمم المتحدة القوات الأممية أنه سيتم قصف وسط سربنيتسا في منتصف الليل لإجبار الصرب على التراجع ومنعهم من دخول سربنيتسا. يقول فوجئنا في الليل أن لم يحدث قصف ولا أي شيء، وفوجئنا في الصباح بدخول الصرب إلى وسط المدينة، إلى وسط بلدة سربنيتسا، في حين أنه كان حتى شرط الحماية التي أعلنته القوات الدولية أنه تسليم أسلحة المقاتلين المسلمين. الحكومة البوسنية الممثلة فيها طبعا الرئيس علي عزت بوجوفيتش والمقاتلين البوسنيين المسلمين وافقوا على تسليم السلاح مقابل حماية البلدة، ومع ذلك حتى أن جزء كبير من هذا السلاح الذي تم تسليمه ومع ذلك لم يتم حماية الأهالي ولم يتم توفير أدنى مقومات الأمن لهم أو منع الصرب واليوم من واليوم بعد المذبح. واليوم بعد مرور قرابة 3 عقود من المذبحة تعتذر هولندا عما حدث وتعترف بأنها شاركت ولو على سبيل التقاعس عن أداء مهمة قواتها المتمثلة في حماية المدنيين. هل ينبني شيء على هذا الاعتذار؟ هو هذا، أنا أعتقد أن هذا الاعتذار هو نوع من أنواع تجميل الصورة فقط، وبلا شك لن يمحو طبعا هذه الصورة القاتمة وهذه النقطة السوداء في الموقف الهولندي وموقف القوات الهولندية. هذا الاعتذار الذي صدر في ذكرى المذبحة 27 سبقه بأقل من شهر هولندا قدمت اعتذار لجنودها أنفسهم
المتورطين في هذه المذبحة يعني طبعا بإفساح المجال للصرب لارتكاب هذه المذبحة والوقوف مكتوف الأيدي، قدمت لهم اعتذارا قبل أقل من شهر لجنودها بحجة أنهم تعرضوا لانتقادات مبالغ فيها وبحجة أنهم فعلوا ما بوسعهم، وهذه الانتقادات المتواصلة طوال هذه السنوات ضدهم هي مبالغ فيها، وبالتالي فهو نوع من أنواع تجميل الصورة يعني تبرير أو تجميل حضورها ومشاركتها في هذه الذكرى ليس أكثر يعني. نعم. طيب، هل المجتمع الدولي يستفيد أو استفاد من هذه التجربة؟ يعني في هذه المذبحة بلغ عدد الشهداء 8372 مسلما تم قتلهم خلال أيام معدودة على يد القوات الصربية على مرأى العالم، هل المجتمع الدولي مرة أخرى يضع آليات أو وضع آليات لمنع تكرار ذلك، لا سيما أن هناك أقليات مسلمة في أكثر من بقعة من العالم الآن تتعرض لنفس هذه الأساليب القاتلة والعنصرية المقيتة؟ هو للأسف يعني طبعا ليست هناك معايير يمكنها فعلا منع هذه المذبح، والمجتمع الدولي لم يتخذ مثل هكذا مسار يعني، والدليل على ذلك ما شاهدناه في ضد المسلمين مثلا الروهينجيا في ميانمار، أو ما يحدث ضد المسلمين في الهند، أو طبعا ما يتم الاستمرار فيه ضد المسلمين مثلا في تركستان الشرقية وهكذا. المجتمع الدولي نفسه الذي تواطأ ومهد لارتكاب مذبحة سربرنيتسا، وأنا أؤكد أنها واحدة من عشرات المذابح التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين البوشناق، هو نفسه الذي ساهم في تقسيم البوسنة في اتفاقية دايتون بوضع مجلس رئاسي على رأس سلطتها يتكون من ثلاث أعضاء، عضو يمثل الصرب وآخر يمثل الكروات، نعم، وثالث يمثل المسلمين البوشناق، نعم. وبالتالي هذه التقسيمات، وأيضا قسموا الأرض جغرافيا إلى فيدراليتين، يعني طبعا فيدرالية البوسنة والهرتك على مساحة 51% من الأرض للمسلمين البوشناق والقروات، رغم أن المسلمين وحدهم نسبتهم تتجاوز 50% من السكان، نعم. القروات حوالي 15%، هؤلاء مجتمعين خصصوا لهم 51% من الأرض وهي فيدرالية البوسنة والهرتك مقابل 49% من الأرض في جمهورية سربسكا، هي أيضا طبعا داخل إطار دولة البوسنة لكنها هي لصرب البوسنة على مساحة 49% من الأرض، نعم، رغم أن الصرب تقريبا 30% أو 33% من السكان، وبالتالي فهذا حتى لم يتم يعني تعديل الموقف المتخاذل باتفاقية عادلة لإنهاء الحرب، وإنما اضطر المسلمون لتوقيع اتفاقية دايتون حقنا للدماء ومنعا لإراقة مزيد من دماء آلاف الأبرياء. أشكرك جزيلا الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات المسلمة السيد محمد سرحان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.